ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم باشمهندسة رانيا. هنكمل مع بعض الفيديو اللي فات. احنا كنا الفيديو اللي فات اخدنا الهدف ده وتناولنا كمان الهدف ده، قدرنا نعرف يعني ايه سكينة فريزة وايه الانواع بتاعتها، وكمان قدرنا نوصف كل نوع منهم وازاي نقدر نستخدمها. خلال الفيديو ده هنقدر نعرف مكونات سكينة الفريزة نفسها وإزاي نقدر نحافظ عليها ونعمل لها صيانة. تعالوا كده نتفرج على الفيديو ده بيحكي عنه. بالظبط كده، الفيديو ده كان بيحكي عن الأجزاء بتاعت السكينة بتاعتي. زي ما احنا شفنا في الفيديو، السكينة بيبقى لها بادي، لها جسم. أكبر قطر في السكينة بيبقى اسمه الـ outside diameter. القطر فتحة السكينة الـ hole diameter. عرض السكينة اسمه الـ width. دي الحاجات المهمة اللي أنا ببص عليها. تيجي نشوف مع بعض في السلايد ده، هنشوف أكتر الأجزاء. الأجزاء الخمسة اللي أنا مشاورة عليهم دول هو من أكتر الحاجات اللي أنا مهمة اللي أنا أبقى عارفاها في مكونات السكينة بتاعتي. رقم واحد هو الكيواي، المفتاح اللي أنا بثبت بيه السكينة. زي ما احنا قلنا، السكينة ليها بادي، أكبر قطر فيها هو الـ outside diameter، قطر السكينة الخارجي. من جوه هنا هنلاقي الـ hole diameter، فتحة السكينة. وده مهم جدا أنا أبقى عارفاه، علشان على أساسه بختار السكينة. هل ينفع أركبها على عمود الدوران ده ولا لا؟ ما ينفعش يبقى عندي الهول ديامتر بتاع سكينة مثلا 22 واجي اركبها على اربور بتاع الفريزة يكون 28. فعلى اساس فتحة قطر السكينة دي بحسب على اساسه حجم عمود الدوران اللي انا ينفع اركبه. تمام، عندي الويتس بتاع السكينة وعندي كمان البيتش. البيتش اوف توز، الخطوة ما بين الأسنان. يعني ايه الخطوة دي؟ هي المسافة بين السنة والسنة اللي جنبها. طيب بحتاجها في ايه الخطوة دي؟ لما باجي مثلا اعمل تفريز لمواد طرية، بختار خطوة السكينة دي تكون كبيرة. ليه؟ علشان كمية الريش اللي تيجي تطلع بتطلع كمية ريش كبيرة. نتيجة ايه؟ نتيجة ان المادة طرية. فلو ما لقيتش ان البيتش دي كبيرة،
ما ينفعش انها تخرج، مش هيبقى لها مساحة كافية انها تخرج، فلازم اختار ان البيج بتاعتها تكون كبيرة علشان خلال الفراغات دي اللي ما بين الاسنان السكينة بتقدر انها تسمح لي بمرور الرايش. دلوقتي هنبتدي اعرفكم على كاتنج انجلز بتاعت سكينه الفريزه، زوايا القطع بتاعت سكينه الفريزه. في الصوره دي مرقمه لكم الاجزاء اللي انا محتاجاها علشان اقدر اوضح لكم الزوايا بتاعت سكينه الفريزه هل هي مختلفه عن ادوات القطع التانية. هي مش مختلفه، بس هي كل الفكره ان العدد بتاعت اسنان بتاع الفريزه بيبقى كتير، فكل سنه من الاسنان دي ليها الثلاث زوايا بتاعتها. اول حاجه رقم واحد هو السطح المشغل زي ما انتم شايفين، او السطح اللي انا بعمل عليه العمليه بتاعتي. تاني حاجه هو سطح الخلوص زي ما انتم شايفين، في سطح للخلوص في سكينه الفريزه. تالت جزء رقم ثلاثة هو سطح الجرف، والجزء الرابع هو الحد القاطع او السن. رقم خمسة هو طبعا الراي زي ما انتم شايفين، والستة اللي هو ايه الورك بيس نفسها، السطح الخام اللي هو لسه ما تمش عليه اي عمليات تشغيل. طيب بالنسبة للزوايا اللي هي الالفا والبيتا والجاما، ايه هما؟ وزي ما انتم شايفين انا رسمها لكم متوضحة في الرسمة، ان زاوية الالفا هي زاوية الخلوص، وزاوية الخلوص زي ما احنا عارفين هي الزاوية المحصورة بين السطح الخلفي للسنة او حافة السنة والخط الافقي للسطح المشغل، دي هي زاوية الخلوص. زي ما انتم شايفين السهم مبين ان السطح المشغل اهو، السطح المشغل ادي الخط الافقي بتاعها، وادي الزاوية بتاعت مماس السطح الخلفي للسنة، دي زاوية الخلوص الكليرانس انجل زاوية الفا. زاوية بيتا هي القاتنج انجل زاوية القطع، ودي زي ما انتم شايفين اهي، هي وزي ما احنا عارفينها هي الزاوية المحصورة ما بين وجه السنة وش السنة والحد الخلفي للسنة. يبقى احنا ما بين السطح المشغل لحد السطح الخلفي للسنة يبقى ده ايه، دي زاوية الخلوص. ما بين السطح الخلفي للسنة ووجه السنة دي زاوية القطع. هنكمل بعد كده ما بين وجه السنة والمستوى العمودي على السطح المشغل، دي هي زاوية الجرف الجامع الريك انجل. تمام، مجموع الزوايا الالفا والبيتا والجاما زي ما انتم شايفين بيكون لي 90 درجة، يعني لازم الفا زائد بيتا زائد جاما بيساوي 90 درجة. اخر حاجة هنتكلم عنها في درس النهاردة هو ازاي انا بقدر اعمل صيانة واقدر احافظ على السكينة بتاعتي. زي ما احنا قلنا ان السكينة بتاعتي بتكون غالية، فلازم المفروض ان انا احافظ عليها. عشان اطول من عمر السكينة لازم استخدمها استخدام في المكان المناسب بتاعها، ولما استخدمها اخزنها في المكان المناسب بتاعها برضو. تاني حاجة لازم اخد بالي منها ان لما بتجيني السكينة في البداية خالص بتكون متغلفة باوراق متزيتة، مشيلش الاوراق اول لما استلمها، لما باجي اشغلها بس بشيل الورقة من عليها. تالت حاجة ابص لها لما اجي اشغل المكنة لازم اختار السرعة المناسبة للسكينة، ودي طبعا احنا اخدناها قبل كده في الدروس اللي فاتت ازاي بحسب السرعة المناسبة، لان السرعة الزيادة قلنا انها هتعمل لنا تآكل في السكينة، ده بسبب ارتفاع درجة حرارة السطح بتاع السكينة.
لما اجي اشغل السكينة واجي اربط المشغولة لازم اتأكد ان المسافة اللي انا بربط عليها مسافة مناسبة للسكينة لما تنزل علشان تاكل. تمام، يعني ايه؟ علشان خاطر ان انا لما اجي اشغل السكينة ما تخبطليش في الفك بتاع المنجلة او تخبطلي في الظرف او المسامير او اي حاجة من الحاجات اللي المفروض ما تلمسهاش سكينة الفريزر. تالت حاجة ببص لها برضو ازاي استخدم الزيت المناسب للسكينة والشغلة، سواء انا كنت هستخدم سائل تبريد او هشحم الشغلة بتاعتي او بستخدم اي نوع من انواع التبريد عشان خاطر اعمل مساعدة على منع ارتفاع درجة حرارة المشغولة بتاعتي، وبالتالي منع ارتفاع درجة حرارة السكينة، علشان لما هيحصل ارتفاع في درجة حرارة السكينة هيحصل على طول تآكل للسكينة. بعد ما خلصت استخدام السكينة بتاعتي لازم انضفها كويس من الروش، وبعدها اغطيها بالزيت قبل ما اروح اخزنها، ولما اجي اخزنها في المكان بتاعها المناسب. يعني ايه اخزنها في مكانها المناسب؟ يعني كل سكينة ليها حجم معين، ليها شكل معين، زي ما احنا اخدنا خلال الدرس ان كل سكينة ليها شكل معين وليها حجم معين، بحطها في المكان بتاعها. تمام، هبقى مقسم الخزنة بتاعتي الأدراج، كل سكينة ليها المكان بتاعها المخصص علشان السكاكين ما تضربش في بعض أو ما تخبطش في بعض، وبالتالي الحدود القطع بتاعتها يحصل لها إيه؟ يحصل لها تآكل. آخر حاجة لما باجي أخد بالي لما اجي اشغل السكينه ما اشغلهاش ابدا انها تاكل بظهرها. يعني ايه تاكل بظهرها؟ يعني بدل ما هي بتاكل بزاويه القطع تاكل بظهر زاويه القطع، تمام، اللي هي بزاوية يعتبر الخلوص بتاعتي، وبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هيحصل تآكل للزاوية بتاعة الخلوص لأنها مش مخصصة للقطع أساسا، وبالتالي هيحصل تآكل للسن بتاع السكينة بسبب الاحتكاك الشديد اللي هيحصل، وبالتالي هيحصل كسر للسكينة. فلازم اخد بالي من اتجاه دوران السكينة، وده اللي احنا شفناه ان احنا في سكينة لف بيبقى اتجاه دورانها عامل اسنانها عاملة ازاي، على اساس كده بركب سكينة الفريزة وببقى عارف اتجاه الدوران بتاعها هتمشي ازاي عشان ما خليهاش تمشي في الاتجاه العكسي. بكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، يا رب اكون فدتكم، والحمد لله احنا خلال الفيديو ده قدرنا نتناول الهدفين التانيين اللي ما كناش اتناولناهم في الفيديو الاولاني، ان احنا نقدر نعرف ايه هي مكونات سكينة الفريزر والزوايا بتاعتها ونتعرف عليهم كويس، وكمان نعرف ان احنا ازاي نحافظ على سكينة الفريزر بتاعتنا ونعمل لها صيانة. اتمنى اكون ان شاء الله فدتكم، وشكرا لاستماعكم.